بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض analysis grid مثال، وهنشوف ازاي لو انا عايز اعمل analysis لبوينت مش للغرفة كلها. فانا هعمل دلوقتي زون، ادوس escape عشان اخرج من الامر، ولو دوست رايت كليك وافضل دايس اقدر الف المبنى زي ما انا عايز واخليكم مثلا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اضيف لي مثلا شباك هنا، اقول له درو انسيرت شيلد، واشوف ابعاد الشباك اللي انا عايزه، وده برضو احط له في شباك، وده نحط في باب، وممكن تختار من الادوات اللي هنا ان انت تحط باب وشباك واوبننج زي ما انت عايز. دلوقتي لو انا جيت اتعلمت كده ودوس عليها مرتين هيبدا يديني النقط. طيب النقط دي اقدر اتحرك فيها في اي اتجاه، يعني لو انا علمت على النقط دي وقلت له انا عايز اتحرك فيها، هتلاقي ان انا ما اقدرش اتحرك في اي حاجه غير الزد. ليه؟ لان هو مربوط بالحائط اللي جنبيه ومربوط بالسيلينج، فتلاقي ان انا بس بتحرك في السيلينج في الزد. طب اتحرك في الزد بمقدار قد ايه؟ تقدر تكتب الرقم زي ما انت عايز هنا، تمام. ولو دوست زد هتلاقي نفسك بتزيد بمقدار المسافة اللي موجودة في السناب هنا 100. لو عليت القيمة دي هتلاقي بيعلى وينزل معاك، تمام. طيب طيب هضيف الأبواب والشبابيك تاني. اقول له ضيف لي شباك هنا، انا دوست تراجع بس، اقول له هنا انا عايز ارسم انسيرت شيلد، واقول له ده شباك، تمام. ممكن اعلم على دوت وابدا انزل بيه بالشكل دوت. طيب انا ودي خلينا نضيف شباك تاني اللي احنا موجود هنا، واحنا دوست تراجع انسيرت شيلد، اوكي. هاجي هنا في الاناليسيس جريد وابدا اشوف ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها، مثلا لايتنج ليفل، و هاجي هنا اقول له ديسبلاي اناليسيس جريد، تمام. تعال بقى نشوف في الشكل دوت من فوق توب، تمام. هتلاقي ان هو مش مظبط على الشغل بتاعي، فاعمل سيلكت على الشغل، تمام، وادخل هنا واقول له انا عايزك اوتو فيت جريد تو اوبجكت، فالجريد تظبط على الاوبجكت بتاعي، تمام. واجي هنا اقول له وريني الشغل في 3D. طيب عايز ابدا احط نقاط، فممكن اختار بوينت اهي، احط مثلا نقطه هنا، تمام، وعايز احط نقطه كمان، وادوس كنترول، تمام. الكنترول بيخليني اطلع في الزد، والرقم هنا تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه، يعني مثلا تكتب مثلا 700، تمام. وبوينت تانيه اهي، وتدوس كنترول انت بتحطها وتطلع المقدار اللي انت عايزه، تمام. دي بعض النقط عشان انها تدخل معانا في التحليل بتاعنا. اهو اعلم على النقط ديت، عامله زي الاوتوكاد، لما بتيجي تعمل من شمال يمين لازم العنصر كله يبقى موجود في المربع المستطيل اللي انت بترسمه، انما لو بترسم من اليمين للشمال اي حاجه بتلمسها بتعتبر جزء من السلك. طيب هاجي هنا بعد كده اشوف انا عايز اعمل تحليل لايه، تمام. اللايتنج ليفل مثلا اقول له بيرفورم كالكوليشن، عايز اناره طبيعيه ولا عايز اناره طبيعيه مع الكتريكال لايت؟ لا اناره طبيعيه. هنا بقى بيقول لي عايز تعمل كل الجريد الاناليسيس جريد ولا البوينت بس، از سبيسيفيك بوينت ان ذا موديل. وبعد كده ممكن اقول له سيلكتد بوينت اونلي، لو انا عايز بس الحاجات اللي انا عاملها سيلكت، تمام. نيكست، تمام، بيقول لي عايز التوزيع يبقى عامل ازاي، ماشي، اوكي. نيكست نيكست اوكي، تمام. هيبدا يعمل التوزيع، هو خلاص خلص اهوت، دول واخدين الاناره من الالوان دي، تمام. خدت بالك هو حسب الحاجات دي، في نور جاي عندها، دول الاناره قليله، فده عمل كده للنقط دي بس. انما لو انت قلت له بيرفورم كالكوليشن وبعد كده اخترت من هنا اوفر ذا اناليسيس جريد بش سبيسيفيك بوينت، شوف الشغل هيبقى عامل ازاي، يعمل لي الجريد كله بالشكل ده.
طيب انا عايز يكتب القيم بدل ما هو ملون النقط ديت، فهاجي من display واقول له object attribute value display text value، فيبدأ يكتب لي القيم بتاعت النقط ديت.